يا جماعة حد عايز يشرب شاي؟ مامي اعمل لك كوباية معايا؟ يا ريت يا حبيبتي، بس حطي لي معاه نعناع. رانيا اعملي لنا كمان واحد شاي بالنعناع معاك. اوكي. انا مش عارفه بابا اتاخر كده ليه عند الاستوديو ده، رايح يستلم صورتي مش رايح يصور هو كمان. وانا مش عارفه انتي مركزه بالذات مع الصوره دي ليه، ما انتي ياما اتصورتي، ايه الفرق بينها وبين غيرها؟ نفسي اشوف الصوره دي هتطلع شكلها عامل ازاي، هتطلع فيها حلوه ولا وحشه. حلوه وزي القمر يا حبيبتي، هتطلعي وحشه ازاي وانت شبه ابوكي. ياي جميل، قولي شبه باباها ازاي؟ طبعا لا، باباها ضياع يا حبيبتي، وبعدين ازاي تشبهي بنوتيه زي القمر وباباهات وست وراجل ازاي؟ ايه ست وراجل وباباهات والكلام الفاضي دي، لازم يطلع لها شنب عشان تبقى زي ابوها. ياي ايه تكلموا عن حلاوتي ولا ايه؟ يا نهار ابيض، وانت بتلمع اكل وتتصنط علينا ولا ايه؟ وانتوا كنتوا جايبين سيره حلاوتي دلوقتي حالا؟ هو انت بقى ليك حلاوه دلوقتي يا عادل؟ طبعا ليه حلاوه، اشمعنى عرف الجامع؟ عادل كان عنده حاجه. ايه ده ايه ده، وريني الصوره كده. يا الهي ايه ده، ده انت حته مني الخالق الناطق، منحنيات ومنحدرات وتقاطعات، وشك تمام زي وشي بالظبط دون قيد. أمولة صدق أمولة سنة 2000 وكان بتقولي أمولة دي يا ماما؟ بعيدا عن الافتاءات بتاعتك، يعني ياسمين شبهي بالظبط، نفس المناخير نفس الودان نفس العينين نفس البصي، حتى اللي أنا بعملها كده دي نفسها بالظبط، مش كده يا ماما؟ كده يا حبيبي. كده ايه جميل، ما تقولوش كده يا مامي. نو على فكره بقى يا ابي عادل، ياسمين ملهاش اي علاقه بشكلك خالص. برافو عليكي يا نوجة. ولا ليها علاقه بشكلك انت كمان يا رانيا. يا سلام، امال بقى ليها علاقه بشكل مين، الدكتور اللي ولد رانيا؟ لعلمك ياسمين دي لو كانت طلعت ولد كانت هتبقى بالملي، يعني اي حد يشوفنا انا وهي او انا وهو يعني هيقولوا فعلا ده ايه ده اخوات. يا ابي عادل، ياسمين دي ليها شكل لوحدها خالص. يا حلوه عليا، بصي قمر قمر.